احتفت الكويت بتدشين عام من المناسبات والاحتفالات المتصلة باختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2016. الاحتفال تزامن مع بدء الاحتفالات في الدورة 22 لمهرجان القرين الثقافي، وحضره رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح والشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب. وسيشهد هذا العام مجموعة من الأحداث الفنية التي تشمل معارض فنية ودورات تدريب لفنانين شبان وعروض لمسرحيات وأفلام وندوات ثقافية. نجتمع اليوم لنحتفل بمناسبتين: إطلاق فعاليات الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية 2016 وافتتاح الدورة 22 لمهرجان القرين الثقافي، وهو ما يؤكد على موقع وأهمية دولة الكويت في العالم الإسلامي وحرصها على لعب دورها الثقافي بما يمثله من نهج وسطي معتدل ومنفتح. إننا نريد ثقافة الوسطية والاعتدال والتسامح والاحترام المتبادل بين شعوب العالم الإسلامي، واحترام خصوصياتها الدينية والمذهبية والثقافية، واحترام الجيرة وعدم التدخل في شؤونها. فهذا ما ينص عليه ميثاق منظمة التعاون الإسلامي نصاً أكيداً واضحاً.